ايه هتشارك في الانتخابات البرلمانيه؟ طبعا ده حق المتفوقين، في نفس الوقت لازم نكمل المرحله الثالثه من الصفوه وهي مرحله الانتخابات البرلمانيه، الاول الدستور وبعد كده رئاسه الجمهوريه، والمرحله الاخيره والمهمه في حياتنا كلنا كمصريين لازم نشارك فيها فعاليه الانتخابات البرلمانيه. باختصار شديد الاسباب اللي هنشارك بسببها هي مصر. تمام. احنا عشان يعني انا ارض مصرنا الحبيبه، وعشان يبقى البلد فيها وضع مستقر، وعشان يبقى عندنا برلمان ويبقى عندنا قوانين صارمه بتناقش كل الموضوعات وبتناقش كل المستويات على جميع المستويات، لازم كله يشارك وكلنا نشارك واول ناس اللي هتشارك. طيب ممكن تقول لنا ايه الاسباب اللي هتخليكم ما تشاركيش؟ انزل اشارك ان شاء الله في الانتخابات. طيب ليه؟ لان عايز الاستحقاق الثالث لثوره 30 يوليو يتم، ولم يتم الا بمجلس تشريعي قوي، لانه الوضع الطبيعي ان القوانين تطلع من مجلس النواب توقيع تشريعي. يبقى في استقرار للبلد وتبقى في مؤسسات، يعني البرلمان دوت هو المؤسسة الرئيسية بتاعت البلد. عشان البلد، عشان حال البلد يمشي والدنيا كلها تمشي ونبقى دولة مستقرة. لا أنا عايزين البلد تقف على الحيلة والدنيا تبقى جميلة وننسى الأيام اللي فاتت دي خالص. دور أساسي لكل الشباب اللي هو تشارك في العملية السياسية أو في عمليات صنع القرار، والانتخابات هي جزء من عمليات صنع القرار في الدولة. تمام. لازم وضروري المشاركة العامة بشكل عام للشباب كطريقة إيجابية نقدر نشارك فيها أغلب الناس. اللي حاسة إن أنا هكون في فارق، حاسة إن أنا لو أنا ما نزلتش في ناس تانية هتنزل وتاخد حق المفروض ليا، ما حدش ينفع عن حقه في الانتخابات. هتشارك في الانتخابات ليه؟ عشان ده واجب وطني. شايف البرلمان هيفرق مع الدولة؟ عشان هو لازم ان احنا لينا يد في تغيير البلد. البرلمان ده اكيد ان شاء الله هيبقى خطوه كويسه عندنا في بلدنا، ان احنا عن طريقه ان احنا نعمل قوانين جديده نشوف تغيير بجد يعني.